السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد تثبيت البرنامج يعني برنامج سكراتش وفتحه، تظهر لنا هذه الواجهة والتي سنتعرف على الأشياء الأساسية فيها، كتغيير اللغة. إذا هنا يمكنني تغيير اللغة، وهذا البرنامج جد غني بالعديد من اللغات. يمكنني اختيار أي لغة التي أتقنها من أجل تعلم برمجة بسكراتش. وهنا ملف من أجل فتح عمل سابق أو حفظ عمل جديد، تحرير الدروس. هنا يمكنني اختيار أحد الدروس كهذا الدرس وتعلم طريقة برمجته من الأول إلى الأخير. في الخانة السفلية أو الشريط السفلي، هنا المقاطع، والتي تحتوي كل مقطع يحتوي على مجموعة من الأوامر التي سأستعملها في البرمجة. كل لون يحدد مجموعة من الأوامر الخاصة حتى يسهل علينا استعمالها فيما بعد. إذن هنا المقاطع، هنا المظاهر والتي يمكنني رسمها أو تغييرها، وهنا الأصوات. هاد الأيقونتين، الراية الخضراء من أجل بداية البرنامج، وهذه النقطة الحمراء من أجل توقيف البرنامج. هنا من أجل إظهار البرنامج في الشاشة كبيرة، وهنا من أجل تغيير طريقة رؤية هذه الواجهة. إذن هذه المنطقة أو هذا الحيز السفلي خاص بالكائن، أما هذه خاصة بالخلفية. إذن هنا يمكنني تغيير أي خلفية. إذن عند الضغط على هذا الرمز ممكنني أن اختيار الخلفية أو رسمها أو خلفية عشوائية أو تحميلها من الحاسوب. نفس الشيء بالنسبة للكائنات التي سأستعملها، يمكنني رسمها أو تحميلها أو البحث عنها في الحاسوب. إذن آخر شيء هو في المقاطع البرمجية، وهو عند استعمال أحد الأشياء، مثلا القلم. عندما أريد أن أبرمج القلم أختار على هذه الإضافة، فتضاف مجموعة من اللبنات الخاصة بالقلم. إذن هذا كل شيء بالنسبة للواجهة. ننتقل مباشرة في الحصة المقبلة إلى أول برنامج بسكراتش.